من القاهرة ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ رامي على شاشة اليوم. تفاصيل أكثر عن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية صباح اليوم، وهل من تحديثات في عدد القتلى؟ نعم، مساء الخير. طبعا العدد لا يزال 4، بينهم ضابطان حقيقة الأمر، أحدهم بردة مقدم والآخر بردة نقيب، وأيضا هناك جريح من قوات النظام قتلوا بالقصف على ريف جبلة. هذا القصف أيضا طال مستودع للذخيرة تابع للإيرانيين أو لحزب الله اللبناني في منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وحماة، أي أن تلك المنطقة إداريا قد تكون تابعة لحمص ولكن هي في النهاية بريف مصياف. القصف كان يستهدف هذا المستودع الغير معلوم بالنسبة لسكان تلك المنطقة، وهي منطقة غير عسكرية التي تعرضت للقصف. أيضا جرى استهداف بطاريات للدفاع الجوي تابعة للنظام في إطار استمرار العمليات الإسرائيلية باستهداف الدفاعات الجوية. نحن نتحدث اليوم عن هذا العام لوحده 52 قتيلا من السوريين في القصف الإسرائيلي، بينهم على الأقل 36 من عناصر وضباط الدفاع الجوي التابع للنظام أو الدفاع الجوي السوري، وتدمير بطاريات للدفاع الجوي في محاولة لتحييد الدفاعات الجوية من التصدي للصواريخ الإسرائيلية. نعم أستاذ رامي، إيران لديها فصائل ومواقع كثيرة في عدة محافظات في سوريا، متى وفي أي حالة تكون هدفا للغارات الإسرائيلية؟ طبعا هي هدف للغارات الإسرائيلية ليس فصائل إيران. إسرائيل تستهدف فقط المخازن الأسلحة، تستهدف فقط تطوير مراكز البحوث لتطوير الأسلحة الإيرانية كالصواريخ الدقيقة والمسيرات الإيرانية، ولا تستهدف الأشخاص إلا إذا كانت شخصيات مهمة، وهي لا تستهدف شخصيات مهمة بالغالب لأنها لا تريد أن تدخل في اشتباك مع حزب الله من الأراضي اللبنانية. لذلك إسرائيل تركز على القسم المتعلق في غرب سوريا ووسط سوريا وجنوب سوريا، أي المناطق التي من الممكن أن ينقل منها السلاح إلى داخل لبنان أو يخزن بقرب الحدود مع الجولان المحتل. نعم، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة.